السلام عليكم، انا سميتي زينب، عندي 28 سنه، عندي جوج بنيات، مطلقه. وقع لي واحد الحادث، كنت كنسيق في الدار هنايا، طحت في الدروج من الفوق حتى لتحت، ترسوا لي جوج فقرات في السلسول، وتعاونوا معايا الناس ديال اكادير. درت الحديد دابا شي شهر وشي حاجه، قلت دابا 40 يوم باش درت الحديد، وانا دابا جالسه غير جالسه، ما بقيتش كنخدم ما والو. كنت خدامه في الاول في قهوه، كنت كنخدم عند الناس، دابا ما خدامش، ما نقدرش اصلا نخدم. قال لي الطبيب ما خصكش تزيد تقول، ما خصكش تمشي بزاف، ما خصكش تجلسي بزاف، يعني ديما شويه شويه، وخصني ندير الترويض على الاقل واحد 20 حصه. مازال ما درتوش حيت غالي شويه، الترويض دار 150 درهم الحصه، وانا غير تيما، ما عندي لا والديه لا حتى واحد. عندي واحد السيده كانت مربيه يعني توفات، بقيت غير انا وبنيتي بجوج، حتى داك اللي كنت مزوجه ومطلقه منه ما كاينش هنايا، حرق لبرا وتقطعت الخبر ديالو. وانا دابا كاريه هنا بيتو كوزينه عند شي ناس في طراست، وما عرفتش، ما دابا النهار ترست ما خلصتش من الكره، دابا راه غير ديال ملي ترست بعدا اصلا جلست شي 20 يوم في السبيطار. العمليه درتها دابا شي 40 يوم ولا اكثر، المهم دابا قول شهرين ولا غدا في 3 شهور ما خلصت لا كره لا ضو لا ما كنخلص. مولا الدار صابره معايا، ولكن ما تبقاش صابره ديما، حيت ما عندهمش زعما الديور، ولا عندهم غير هاد البيتو كوزينه، مناش كيعيشوا حتى هما. وانا عندي بنيتي بزوج، وحده كتقرا وحده باقا صغيره، باقا كدير لي كوش. بنتي الكبيره هي اللي جالسه في المدرسه ومقابلاني، وهي براسها دابا كيضروها عينيها، كانت دايره نظاظر وما بقاتش كتجي لهم، فاش بقات كتبكي عليا بزاف فاش تهرست، دابا كتزادوا ضروا عينيها، ما قالت لك بحال كيضربها شي واحد في عينيها، ما كتقدرش تحل لهم بزاف، خصها تدوز على عينيها. وعندي البنيه الصغيره ما بقيت كانت تجي على الجلبه لا والو، صافي ما بقدرش باقي انا نزلت قل لا والو. والطبيب داير معايا كل شهر خصني نمشي ندير كونترول، ما كنمشيش ليه، ما خفت لا يطلبوا ليا البلايك عاوتاني، ويطلبوا ليا انا ما عنديش باش نديرو. انا دابا بديت كنحس ببلاصه الحديد بحال منفوخه ضارب، بحال تنفخ، ولكن ما قدرتش نمشي اصلا، ما كاينش لي يعاوني، خصك الطاكسي، خصك شحال من حاجه، انا جالسه غير في الدار. وانا لا اله الا الله محمد رسول الله، كنطلب الا كان زعما يقدر يعاونني شي واحد بشي حاجه كما كانت، واخا غير باش ندير الترويض، ولا باش نمشي ندير كونترول، ولا باش نخلص الكرا، ولا باش ندير لبنتي نظاظر، ولا اي حاجه، باش ما كان يعاونوني خوتي المغاربه والمحسنين، باش ما كان ما يسمحوش فيا. راه لا اله الا الله، ما عندي حد في الدنيا، راه مولا الدار غير لقيتها بنت الناس وصابره معايا لحد الان، باقا بنت الناس، ولكن الا عيات راه ما عندها ما تجي ليا، راه ما عادش تقدر هي تسكنني عندها فابور، يعني غدا ولا بعد غدا غتقول لي جمعي حوايجك، وما عندي ما ندير، راه عندي جوج بنيات فين غنمشي بيهم. ما لا اله الا الله محمد رسول الله، ما عرفتش شنو غندير. ايوا لا اله الا الله، الا قدر يعاوني شي واحد باش ما كانوا صافي. رسالتي للناس اللي كنعرفو، الناس المغاربه، كنقول لهم يعاونوني باش ما كانوا، كنقول لهم اللي عنده شي بنت ولا ولد ما يعطيهاش ربيها ويتقاتل عليها، حيت الانسان فاش كيتعطى راه ما كيبقاو عنده، يعني فاش كيكبر الا مات داك اللي مربي كيلقى راسو ما عنده لا خو ولا خوال لا خوت لا عمام لا حتى شي واحد، كيكون مقطوع من الشجره، لازم يشد ولادو ويحن فيهم باش ما كان. انا دابا راه ما عندي حد، مقطوعه من الشجره، ما عارفه لمن نعطي الراس، غير ما غاد البنيات اللي عندي، وهما براسهم دابا الا مشات توقع شي حاجه راه غيوقع لهم نفس المشكل اللي عندي، حيت انا ما عندي حد. كنطلب من الناس يعاونوني، ومن المغاربه ما يخليونيش يعاونوني باش ما كان، واخا غير وجه دوك البنيات اللي عندي، ما انا واخا عندي غير 28 عام، بعض المرات كنقول صافي راه حياتي انا مشات، كنفكر غير في دوك جوج بنات، بالخصوص البنت الكبيره، عيني كيضروها والصغيره. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله.